في مدينة صدر استشهد وأصيب 35 شخصا على الأقل في انفجار سيارة ملغومة في ميدان مزدحم، فيما أدت 3 تفجيرات أخرى إلى استشهاد 29 شخصا في أنحاء بغداد. وبعد إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، تأتي هذه التفجيرات لتسلط الضوء مجددا على استغلال تنظيم داعش هشاشة الوضع السياسي في العراق وضعف الخطط الأمنية الموضوعة فيه. وبعد إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، تأتي هذه التفجيرات لتسلط الضوء مجددا على استغلال تنظيم داعش هشاشة الوضع السياسي في العراق وضعف الخطط الأمنية الموضوعة فيه. ما حدث يعني يوم الاثنين الدامي والأيام التي سبقته يعتبر انتكاسة أمنية وخرق أمني جسيم وخطير، تتحمل مسؤوليته الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حماية المواطنين، أمن وأرواح ودماء وممتلكات المواطنين في العاصمة العراقية بغداد. وعلى هذه القوات يعني عليها أن تعيد النظر بالخطط التي أخفقت وفشلت في مواجهة هذا التحدي الأمني الذي يعد تحدي لمهنية ضباط وقادة الأجهزة الأمنية. وفي هذا الصدد قال الخبير الأمني والعسكري ضياء الوكيل، ما حدث يوم الاثنين الدامي والأيام التي سبقتها يعتبر انتكاسة أمنية وخرق أمني جسيم وخطير، تتحمل مسؤوليتها الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حماية المواطنين. وأضاف إن هذه القوات عليها أن تعيد النظر بالخطط التي أخفقت وفشلت في مواجهة الإرهاب الذي يعد تحدياً لمهنية ضباط وقادة الأجهزة الأمنية. ولكن من وجهة نظر مراقبين آخرين، فإن الأمر يتعدى استغلال داعش للخواصر الأمنية الرخوة في بغداد، فالأزمة السياسية وعلى مدى السنوات الماضية غالبا ما كانت تترجم إلى وضع أمني متدهور. هذه الرسائل اللي يبعثها داعش إنما يريد من رفع معنويات جنوده، وأعتقد اليوم الضربات الموجعة اللي تلقاها في أكثر من محافظة وانسحابه وتفتت مسكن الأرض وتشتيت أكثر من 25,000 من مقاتليه وقتل الألوف منهم في جبهات القتال وانتهاء دورة في العراق بشكل كامل لم يقابل منه إلا القليل جدا، أتصور هي هذه الرسائل من أجل أن يعني يرفع من معنويات جنوده ويرسل رسائل إلى أن الشعب العراقي والجيش العراقي غير قادر على أن ينتصر. وبهذا الشأن أوضح الخبير الاستراتيجي عدنان السراج قائلا، هذه الرسائل التي يبعثها داعش جاءت لرفع معنويات جنوده ولتوصيل فكرته إلى أن الشعب العراقي والجيش العراقي غير قادر على أن يتصدى له أو الانتصار عليه بعد الضربات الموجعة التي تلقاها بأكثر من محافظة وانسحابه وتشتته وانتهاء دوره في العراق. وغالبا ما تعلن الأجهزة الأمنية المعنية بأمن العاصمة بغداد وبعد كل سلسلة الهجمات إنها بصدد إعادة صياغة خططها الأمنية ومحاولة الاستفادة من الثغرات المكتشفة، ولكن غالبا ما تأتي الخطط الجديدة مشابهة لسابقتها وتتفق بالتجديد على أهمية وحماية المواطن وتختلف في تحديد أولويات تحقيق ذلك.